موسم فعاليات الرياض عنوانها الرفاهية، وبعد انتظار طويل الرياض اليوم تنبض بأحلى وسائل الترفيه، ألعاب، فنون، معارض، والشعب السعودي المتعطش للحياة وبرهن عن رقي وجهوزيته لانفتاح كان منتظر. نادية، كيف شايفة موسم الرياض من حيث الترفيه؟ موسم الرياض الأنشطة الترفيهية اللي موجودة فيها أنا أعتقد أنه هي كانت مدروسة، لأنه راعت جميع الأذواق، جميع الاهتمامات، جميع الأعمار. الأنشطة حقت الملاهي والألعاب هذه بيهتم لها الكبار والصغار مع بعض، غير طبعا الحفلات الموسيقية. لما نقول موسيقية يعني في الطرب وفي العزف وفي الموسيقى، الأغاني الأجنبية والعربية، القديم والجديد. يعني أنا أعتقد أنه ما كانت موضوعة الأنشطة أنه إيش المتوفر، لا، كان في ليها دراسة فعلا حتى تراعي فعلا جميع حتى الخلفيات اللي موجودة بالأعمار المختلفة، فكان جدا جميلة وجدا حلوة. حتى لو لاحظنا أنه كيف وفروا وظائف كثيرة للسعوديين، كيف صار الطاقة هذه كلها تكدس وصارت موجودة في كل الموسم حق الرياض. فعلا هذا من أروع الأشياء اللي صارت. ما تنسي كمان أنه مو بس التوظيف، أنا أعتقد التدريب اللي حصلوا عليه الموظفين، لأنه شوفي عملية هذه جموع يبغوا يعرفوا كيف يستقبلوا هذه الجموع، كيف يكونوا لطيفين تحت الضغوط. مو كل شخص ممكن تقابليه يعرف انه يكلمك كزبونه مثلا، وانا جايه عند شخص هو موظف في اي منصب كان بهذا الموسم، ممكن الناس تكون مختلفه بطريقه تعاملها. فالموظف كيف يستقبل هذا التعامل، كيف يرد عليك، كيف يكون لطيف. يعني وانا جايه على هنا شفت يمكن كل متر في 2-3 لطيفين بيساعدونا، عرفتي؟ ما حسيت انه هم تعبانين، وانا متاكده 100% انه هم تعبانين. هذا بحد ذاته التدريب، هذا بحد ذاته يشجع الناس انه هي تجي وتكرر زياره اكثر من مره. طيب ايش رايك بالترفيه، كيف تاثيره على الشخص؟ حنتكلم الحين من وجهه نظر علم النفس، بتشجع دائما في كثير دراسات بتقول انه الشخص اذا اشتغل اكثر من 8 ساعات ما يقدر ينتج، واذا اشتغل اكثر من 3 شهور من غير اجازه برضك ما يقدر ينتج. وطبعا في الاحتراق الوظيفي وضغوطات العمل، لذلك شيء جدا 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 مهم انه الشخص يكون عنده وقت مستقطع. اوكي، الوقت المستقطع هذا لازم يمارس فيه شيء محبب، شيء ترفيهي ينبسط فيه. طبعا طبعا لابد يكون في فاصل يقدر الشخص انه هو يفرغ هذه الضغوط بشيء ترفيهي محبب، مو شيء نكد مثلا. صح. كيف اثر على السعوديين انفتاح موسم الرياض؟ يعني زي ما انت شايفه الناس قاعد تطلع، تسمع ميوزك، تلعب، تاكل، كل شيء صار متوفر. الجميل في الموضوع انه يمكن في بعض الاراء الخارجيه اللي كانت متوقعه انه احنا ما راح نعرف نتعامل مع هالانفتاح اللي موجود، لكن اللي بيجي وبيشوف بيشوف الرقي في المجتمع بشكل عام بالتعامل. احنا يمكن اثبتنا للعالم باجمع انه احنا مجتمع متحضر، مجتمع راقي، بيحترم عملية الاختلاط، بيقدر المرأة، ما سمعنا ابدا في تجاوزات، وكأنه كان مستعد ومنتظر اللحظة اللي هو يستمتع ويعيش فيها حياته. يعني هالترفيه، كل وسائل الترفيه البريئة ما تحسي في عملية استغراب من عملية الاختلاط الموجودة، لأنه هو اختلاط محترم، اختلاط راقي، في تقدير الناس، صار من جد الابتسامة موجودة موجودة، وفي النظرة الطيبة، النظرة الكويسة، ما تحسي إنه في نظرات الاستغراب أو الاستهجان. صح. فإحنا
بعتذر واقول احنا كنا مستعدين لهذا الانفتاح من زمان واحنا اهل له، وما راح اقول انفتاح ولكن حنقول انه احنا نعيش الحياه الطبيعيه، نواكب العصر، نواكب العصر ونقفز يمكن اذا ما حنتفوق عليهم ان شاء الله في المستقبل. انت تتخيلي الفنانين السعوديين اللي انوجدوا اول ما قلنا معرض تشكيلي، السباقات الموجوده، السيدات السعوديات اللي هم مؤهلات وكانوا قاعدين بيتباروا بشكل عالمي، يعني كل هالمواهب، العازفين اللي موجودين غير الأصوات، يعني انت تخيلي هذه الأشياء كلها موجودة كانت تنتظر الفرصة حتى تثبت نفسها، فهذا الشيء موجود احنا أهل لها. صح، وأنا كسعودية شايفة قد إيش التطور اللي حاصل، جدا مهم التنظيم. التنظيم لما ندخل الويب سايت نلقى الحفلات، الحجز، المطاعم، الناس لما ترحب، الاوتيلات كلها فل. يعني انا اعرف ناس اشتغل معاهم في شركات جايين من برا يقولون لي الاوتيلات كلها فل. صحيح. ومستمتعين وكيف الناس قاعده ترحب فيهم، ولما تشوفهم تقول لهم انجوي، انبسطوا، العبوا هذه اللعبه، يساعدونهم. صحيح. مو بس انهم مخلينهم خلاص او تعبانين، لا بالعكس، شايف الفرحه في قلبهم. يعني شوفي قد ايش الناس فرحانة، شعب فرحان يبغى يطلع يطلع الطاقة وينبسط. احنا ضربنا المثل صراحة بالقفزة النوعية، طيب، وليست سريعة فقط ولكن نوعية في التطور اللي احنا سويناه بكل المجالات. كنت بالأول لما كانوا يسألوني، لما كنت ساكنة برا، فكانوا يسألوني كيف الرياض، فقول لهم الرياض زي لوحة حلوة كتكنيك مرسومة على أعلى قدر من المهارة في الرسم، لكنها من غير روح، ما تحسي أنك أنت تواصلتي معها على المستوى الروحي. طيب الحين الرياض صارت تنبض، طيب متى ما طلعتي تحسيها تنبض، ومع هذا كله ومع السهر هذا كله فيها لسه أمان. من جد إحنا شعب محترم،